أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل أهل النار من الآباء يلحقهم أبناؤهم من الكفار؟ ها؟ يقول: هل أهل النار من الآباء يلحقهم أبناؤهم الكفار؟ ما ذكر الله ذلك. الله جل وعلا يقول: كل امرئ بما كسب رهين. إنما هذا خاص بالمؤمنين فقط، خاص بالمؤمنين، وأما غيرهم الله جل وعلا يقول: كل امرئ بما كسب رهين. نعم.